صاحب الجلالة عبد العزيز آل سعود ملك الحجاز وأمير البحرين وكبار رجال المملكة السعودية يطوفون حول الكعبة الشريفة قبل الاحتفال بغسلها، وذلك تمهيدا لإلباسها كسوة الإحرام قبل حلول يوم الحج الأكبر بعرفه. الكعبة من آل الشيبي يعاونون جلالة الملك في الصعود إلى الكعبة الشريفة، حيث يقوم جلالته بغسلها بنفسه بماء زمزم المعطر بماء